لابد أن تعرف أنك خلقت في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. هكذا جبلت على كبد وعلى كبر وأنت تريدها صفوا من الأقضاء والأقدار. لا لا يمكن هذا، لا يمكن هذا، لابد أن تعيش في الكبد في الليل وفي النهار. وصدق القائل سبحانه وتعالى في كتابه: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فلا أقسم بالشفق، أي أقسم بالشفق، والشفق هي الحمرة بين المغرب والعشاء، وهذا الذي عليه الجمهور وهو الذي ثبت في صحيح مسلم. فأقسم جل وعلا بالشفق، الشفق الحمرة بين المغرب والعشاء. فلا أقسم، أي أقسم بالشفق والليل وما وسط، أي والليل وما اجتمع فيه من الهواء والوحوش وما اجتمع فيه من كل بلاء. فالعرب تقول الليل أخفى للويل، تجتمع فيه الدواهي. والليل وما وسط وما اجتمع فيه، والقمر إذا اتسق، أي إذا اكتمل في ليلة الثالث والعشرين، في ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. أقسم جل وعلا بالشفق وبالليل وما وسط وبالقمر إذا اتسق، على ماذا يا الله؟ قال لتركبن طبقا عن طبق، يعني لا بد أن تتحول بكم الأمور وتتقلب بكم الأيام، فدوام الحال من المحال. لابد لتركبن يوم كذا ويوم كذا في اللحظة تتحول. فإذا كنت في فرح فاعلم أن بعد الفرح ترح، وإذا كنت في ترح فالحبل إذا اشتد انقطع.